طيب بالنسبة للجريدي، هو الجوريزم سهل ولذيذ. كل الموضوع عشان نشتغل جريدي يبقى أنا لازم يكون عندي تارجت بمشي ناحيته. التارجت دلوقتي يا إما بيماكسمايز حاجة يا إما بيمينمايز حاجة. بمعنى أنا مثلا عايز أروح مكان معين، فأنا بختار الشوارع اللي همشي فيها. الشوارع ديت المفروض هختارها على أنهي أساس؟ أنا معرفش التارجت بتاعي في الآخر أنا هوصله إزاي، تمام؟ فأنا بختار الشوارع مثلا على أساس أقصر شارع همشي فيه، أكتر شارع نور همشي فيه، تمام؟ فأنا ليا التارجت دوت اللي هو إيه، يا بي ماكسمايز يا بي مينيمايز حاجة إن جنرال بشكل عام. ما بتكلمش على إن أنا مثلا يعني بروبلم معينة أو فكر ألجوريزم معين، أنا بتكلم عن جريدي بشكل عام. طيب أي ألجوريزم، سواء بقى كان جريدي، سواء كان ديفايد أند كونكر، سواء كان بروت فورس، أو أي حاجة هناخدها بعد كده، يعني معظم الالجوريزمز باستثناء طبعا البروت فورس بتفيل في بعض الكيسز، تمام؟ الجريدي من اكتر الالجوريزمز اللي بتفيل في كيسز كتير. ليه؟ لان هو ما عندوش اي يعني اي فكر لاي حاجه اكتر من هو يا اما بيروح ناحيه الكبير او ناحيه الصغير، تمام؟ طيب الحاجه الثانيه ان احنا في الغالب، او يعني مش في الغالب قوي، بس يعني في الالجوريزمز اللي زي الجريدي اللي هي بيبقى دايما فيها مشاكل انها تقدر تلاقي لي سوليوشن للبروبلم بتاعتي، بنعمل لها شويه انهانسمنت او بنديها شويه كونديشنز كده زي جايد لاينز تمشي عليهم، زي ما شفنا كده واحنا بنتكلم على البروت فورس. بالرغم ان البروت فورس ما كانش هيفيل، هو في البروت فورس كده كده مش بيفيل، بس اللي هو ايه، عشان انهانس التايم، عشان اعدل شويه حاجات. بالنسبه للجريدي عشان احل اصلا بروبلم، الجريدي هناخد بالنا ان هو بيفيل في حاجات كتير قوي، تمام؟ طيب بعض العلماء استفادت من جريدي عشان تعمل حاجات معينه، تمام؟ اول حاجه عندنا البرايم. البرايم الجوريزم دوت مهمته ان هو بيعمل المينيموم سبانينج تري. يعني ايه مينيموم سبانينج تري؟ يعني تري الايدجز بتاعتها الويت بتاعتها اقل ما يمكن، تمام؟ طيب خلينا نشوف بقى البرايم بيحل بروبلم زي كده ازاي، او خلينا نكمل هنا. طيب مثلا، طب اول حاجه بتحط النودز بتاعتك، انت بتعمل مينيمم سبانينج تري، هل هيفرق معايا ايه الستارت بتاعتي؟ لا، اي نود هتبقى الستارت بتاعتي. انا اللي يهمني ان الايدجز تكون اقل ويت، تمام؟ وطبعا بما ان انا بعمل تري يبقى كل نود مربوطه بالنود اللي قبلها بوان ايدج، ما ينفعش يبقى حاجه زي الاي كده وفيها 3 ايدجز، انا مش هينفع يكون موجودين. انا محتاج ان انا يبقى عندي ايدج واحده مربوطه بنود واحده. مين هي النود؟ هو ده اللي احنا هنشتغل على اساسه. فانت ليك مطلق الحريه ان انت تختار اي نود تعجبك، ودي من المشاكل اللي احيانا الناس بتقع فيها في الامتحان. يعني مثلا الدكتور يبقى حاطط السؤال استخدم البرايم الجوريزم عشان تيجي المينيمم سبانينج تري، تقوم انت بمنتهى السهوله قايل يا جماعه انا عايز اكلم الدكتور عشان في غلط في السؤال. ايه الغلط؟ اصل هو مش قايل استارت منين. ساعتها الدكتور مش هيرد عليك، تمام؟ فده يعني من الكومن ميستيكس اللي بتحصل. طيب انا هختار اي نود بشكل عشوائي، خلينا نبدا بالايه زي ما هو متعرف عليه. طيب قال لك في البدايه اسيوم ان كل النودز دي انفينيتي، انا اقدر اوصل لها من خلال الانفينيتي. طيب وانا دلوقتي بعمل مينيمم سبانينج، يبقى انا لو لقيت حاجه اقل من الانفينيتي هحطها. حلو، انا عندي الايه عشان اروح للايه بزيرو، صح؟ والزيرو اقل من الانفينيتي، يبقى انا هعمل ايه؟ هعمل ابديت. طيب يبقى انا كده، خلينا بقى نكتب كده بشكل واضح، انا جيت من الزيرو، جيت من الايه ومشيت زيرو ستيب، وانا كده نزلت عند الايه. طيب البي، البي هقدر امشي 5، والخمسه دي اقل من الانفينيتي، يبقى انا هابديت بال5. وانا جاي منين؟ اهم حاجه اقول انا جاي منين، انا جاي من عند الاي. طيب بالنسبه للسي انا برضو جيت بال7 وانا جاي من عند الاي، ما عنديش مشكله فيها. طب الدي، لا مش هقدر اوصل لها، تفضل انفينيتي، تمام؟ طب الاي، لا هقدر اوصل لها، هوصل لها بايه؟ ب2 وانا جاي من عند الاي. طيب تمام، بختار ايه؟ قال لك اختار اصغر حاجه، بس طبعا مش هتختار نفسك،
اكيد طالما انت وصلت عند الزيرو، واحنا في الغالب يعني عشان نتجنب حاجه زي كده بنكتب زيرو بس عشان نعرف ان احنا دي اوريدي الفيزيتد نود، فانا مش محتاج اعمل لها فيزيت تاني. طيب يبقى انا كده هروح عند مين؟ هروح عند دي. طيب ماشي، خليني نعملها كده مثلا لون اصفر. طيب يبقى انا كده هروح عند الاي وانا ماشي تو ستيبس وجاي من عند الاي عشان اعرف انا جاي من عند مين. طيب دي اوريدي فيزيتد ودي اللي انا فيها حاليا فهي فيزيت. طيب البي عشان اروح لها من عند الاي همشي قد ايه؟ 3 ستيب. طب الثلاثه دي اصغر من 5؟ اه، يبقى انا هابديت طالما انا لقيت الصغير كده، يبقى انا جاي المره دي من عند الاي. طيب السي 4 اصغر من 7، يبقى انا هاجي من عند الاي. طب دي اول مره دي هقدر اوصل لها، اوصل لها ب5 وانا جاي من عند الاي برضه. تمام كده. طيب مين الصغير عندي؟ البي. طيب خلاص يبقى انا هروح البي اللي انا جاي لها ب3 وانا كنت جاي من عند الاي. طيب دي كده اوريدي فيزيتد ودي فيزيتد ودي فيزيتد. طيب فاضل لي مين؟ فاضل لي السي والدي. تعال نستدي السي والدي من عند البي. السي هقدر اوصل لها؟ مش هقدر اوصل لها، يبقى انا هخليها زي ما هي، ما زالت دي اصغر حاجه انا ممكن اروح لها. طب الدي ب6، الستة مش اصغر من الخمسه، يبقى انا مش هابديت، يبقى البي ديت ما مش هعمل فيها اي حاجه تانيه. تمام. طيب السي هي الصغيرة، يبقى أنا كده اللي عليها الدور أعمل لها ستادي هي السي اللي أنا جاي لها من 4 والإي. تمام، يبقى دي كده فيزيتد والبي فيزيتد والسي فيزيتد والإي فيزيتد. طيب فاضل الدي، هل أنا ينفع أروح من السي للدي؟ أه، وهروح ب4. طب الأربعة أصغر من 5، يبقى أنا إيه؟ هروح بالأربعة والسي. تمام، يبقى كده آخر حاجة أنا رحت لها هي الدي ب4 وسي. طيب حلو الكلام دوت، يبقى كده ايه انا كله عندي فيزيتد. حلو، تعالى بقى ايه نرسم التري بتاعتنا. خلينا نيجي كده ماشي. التري بتاعتنا هتبقى ال A B، ادي ال E اهي، اول حاجه انا جيت من رحت للاي من الاي ب2 الايدج بتاع، او هي مش مشكله الدايركشن يعني انا مش عايزين دايركشن، دايركشن مش فارق معايا، فانا خليها هكتب عليها 2 بس. وبعدين من السي للدي رحت ب4. تمام. ومن الاي للسي رحت ب4، ومن الاي للبي رحت ب3. تمام كده، يبقى انا ايه دي المايو سباننج تري. اعتبر بقى الروت بتاعك اي حاجه، انت لو مسكتها من الاي هنا هتلاقيها عباره عن الاي، تحتيها الاي، تحتيها تو تشايلد الدي والسي، وتحتيها الدي. ماشي، مسكتها من الاي برضو مش هتبقى في عندك مشكله، هيبقى دولت الثري تشايلد بتوعها وتحت السي هيبقى الدي، فانت ما عندكش اي مشكله. المهم ان دي ايه، دي كده مايو سباننج تري. تمام. طيب طبعا في الامتحان انت لازم تكتب الجدول بتاعك دوت وتبدأ ان انت يعني تحط كل حاجة، وخد ناخد بالنا ان الجزء ده هو اللي بيحدد لي كنت هعرف ارسم التري بتاعتي صح ولا لا. غير كده مش يعني لو ما اهتمتش ان انا اكتب التفاصيل دي انا ممكن اتلخبط عادي جدا، وخصوصا لو كانت الرسمة اكبر من كده. تمام. طيب بعد كده بيقول لك The notation of a minimum spanning tree is applicable to a connected weighted graph. طيب do you have to check a graph connectivity before applying the prime algorithm؟ يعني هل احنا محتاجين نستودي ان الجراف بتاعنا ده connected ولا لا قبل ما نابلاي البرايم؟ هو احنا اصلا عملنا تشيك الجراف connected ولا لا، ولا ابلاي البرايم على طول؟ عملنا ابلاي على طول صح، يبقى انا مش محتاجه تشيك ليه؟
لان هو اصلا لو هو مش كونكتد هيبقى فيه نود دايما انفينيتي، فانا مش هعرف اوصل لها، فهيبقى مش كونكتد. تمام، يبقى انا مش هاف تو ان انا تشيك الكونكتيفيتي بتاعت الجراف بيفور ابلاينج البرايم الجوريزم. تمام كده. طيب تعالوا نتكلم على الكروسكال. الكروسكال قال لك احنا هنرتب الايدجز بتاعتنا من الصغير للكبير، طالما احنا عايزين مينيمم سبانينج يبقى احنا كل الايدجز بتاعتنا هنرتبها من الصغير للكبير. يبقى ادي الايدج دي بواحد، وبعدين عندي الدي اي باتنين، البي دي تلاتة، وبعدين الدي سي اربعة، وبعدين الاي بي بخمسة، والسي اي بستة، والاي دي بستة. تمام كده. طيب دي اول خطوة. قال لك تاني خطوة، ارسم الايدجز من الصغير للكبير بشرط ان ما يكونش عندك سايكل ودايما بتضيف نود جديدة للجراف. طيب خلينا ناخد الكلام ده كده على البنت برضه. طيب يبقى احنا كده اول نود هنرسمها هتبقى البي سي، ماشي، والويت بتاعها واحد. بعد كده الدي اي، هل هتعمل لي سايكل؟ لا. هل هتضيف لي نود جديده للجراف؟ اه، لان هي هتعمل لي الايدج ديت، وهو تو نودز جداد اصلا ولسه ما عملتش كونكشن للجراف، مش مشكله بالنسبه لي. طيب البي دي، اه دي هتكونكت التو جرافس مع بعض، فهي اضافت الجراف ده للجراف دوت، وفي نفس الوقت ما عملتش سايكل، فمفيش مشكله. طيب الدي سي اللي هي دي، هل دي بقى اضيفها؟ هل هي اضافت لي اي حاجه جديده للجراف؟ لا. هل هي عملت لي سايكل؟ اه عملت لي سايكل هنا، يبقى انا مش هضيفها، يبقى دي كده غلط، ما ينفعش ان انا اضيفها، دي اشيلها خالص، ما ينفعش. طيب يبقى اخد اللي بعديه، يبقى الدي سي ديت انا مش عايزها. طيب اخد اللي بعديها، عندي الاي بي. طيب الاي بي دي هتضيف لي حاجه؟ اه هتضيف لي الاي للجراف، يبقى انا هاخدها. طيب بعد كده عندي السي اي، دي مش هتضيف لي اي حاجه، دي هتعمل لي سايكل، يبقى انا مش عايزها. والاي دي برضه نفس الكلام. تمام كده. يبقى الكروس كال قال لك ايه؟ قال لك رتب الايدجز، وانس ان انت رتبتهم ابدا ضفه بشرط او بشرطين. الاولاني ان يضاف لك نود للجراف، دايما هضيف لك نود. التاني ان انا ما اعملش ايه؟ سايكل. طيب حلو، هل الكرو سكيل بيشتغل مع النيجاتيف ايجز بشكل صح؟ اه. ليه؟ النيجاتيف ايجز حاجه من الاثنين، يا النيجاتيف بتعبر عن ويت نيجاتيف، وساعتها هو بيرتبهم بيعمل لهم سورت، تمام، فالصغير هيبقى النيجاتيف منطقي. طيب يا اما النيجاتيف دي بتدل على دايركشن، فستيل هو ما عندوش مشكله ان هو يرتب على اساس الويت بتاعهم لو انت شلت النيجاتيف من الدايركشن، يعني انت شلت علامه النيجاتيف دي وخدت الابسولوت بتاع الفاليو، فهو هيشتغل عادي ما عندوش اي مشكله، اللي هي كانك بتجنور النيجاتيف. تمام، فسواء هي ويت سواء هي دايركشن هو ما عندوش مشكله ان هو يتعامل معاها. تمام، طبعا حته الدايركشن دي ما حدش بيعتبر النيجاتيف دايركشن اصلا، بس عامه يعني ايفن ان انت لو عملت كده برضه هو ايه هيستيل هيشتغل. طيب بيقول لك هنا ديزاين الجوريزم عشان يجيب الماكسيمم سبانينج تري. طيب ايه اللي احنا ممكن نعمله عشان نجيب الماكسيمم سبانينج تري؟ هي نفس البرو سكال ونفس البرايم، بس بدل ما هابديت السمول هابديت باللارج. ساعتها في البرايم بدل ما هحط انفينيتي هحط زيرو. تمام، ولما هوصل للايدج هابديت بالكبير مش بالصغير. تمام، بالنسبة للكرو سكال هسورت من الكبير للصغير. تمام، في حد مش فاهم أي حاجة لحد دلوقتي؟ طيب
نيجي بقى للدايكسترا. الدايكسترا ده بقى حواره مختلف شوية. ليه؟ الدايكسترا ده بيقيس ديستنس، بيحدد باص، تمام، بيقول لك ايه الباص اللي انت هتمشي فيه عشان توصل من نود لنود. فالجراف عندك يا اما دايركتد يا اما ان دايركتد. هو هيشتغل على الاثنين، ما عندوش مشكله سواء عندك دايركشن او ما عندكش دايركشن، بس فكرته هي قريبه من البرايم، بس طريقه الابديت بتاعه بتبقى مختلفه شويه. خلينا كده ايه نشوف الدايكسترا هيشتغل ازاي. نفس الكلام اللي قلناه في البرايم، هنحط النودز بتاعتنا. تمام، بس هنا بقى انا محتاج ان انا اعرف الستارتنج بوينت. ليه؟ لان ده المكان اللي انا واقف فيه عشان اعرف انا هروح فين، صح؟ لان احنا قلنا دلوقتي احنا بنشوف ديستنس، بنشوف دايركشن، فاحنا محتاجين ستارتنج بوينت. فسي مثلا الستارتنج بوينت بتاعتك الايه؟ هو دي بقى لازم يديها لك في السؤال، لازم يقول لك من انهي فيرتكس انت هتبدا. يعني هنا بص هو قايل لك الفيرتكس ايه؟ تمام؟ لازم تجيب لازم تبقى عارف الستارتنج بوينت بتاعتك، لانه هيفرق كتير في الريزلت على حسب انت بتستارت منين. إيه؟ طيب احنا الجراف اللي قدامنا ده دايركتد، حلو؟ فنشتغل عليه دايركتد الاول وبعدين نجرب ان احنا نشتغل عليه ان دايركتد. طيب انا عندي الاي، واحنا قلنا ان كل النودز دي هنعتبر ان هي انفينيتي، انا مش عارف اوصل لها. طيب انا عندي الاي، اقدر اوصل لمين؟ عندي الاي لزيرو، تمام، او مش هقدر اوصل لعند حد تاني. الانفينيتي عند البي، انفينيتي عند السي، هقدر اروح عند الدي بسبعة. السبعة اقل من الانفينيتي، خلاص يبقى انا الخطوة اللي جاية عندي ان انا هروح للدي. طيب الاي مش عارف اروح لها، طيب يبقى انا مضطر اروح عند مين؟ عند الدي. ماشي، طيب الدي انا كده كده عملت ستادي للاي خلاص، وكده كده عملت ستادي للدي، مش محتاجها تاني. طيب انا عندي الدي دلوقتي، اقدر اروح فين؟ اقدر اروح للدي واقدر اروح للسي، صح؟ مش هقدر اروح للاي عشان ده دايركتد. لما هنشيل الدايركشن ونحله من غير دايركشن هنشوف ان ده عادي. طيب هروح للبي بكام؟ حد يقترح كده عليا هروح للبي بكام؟ تسعة. بتسعة، صح؟ ليه؟ لان انا اوريدي مشيت سبعة وانا بقيس ديستنس، فانا اوريدي مشيت سبعة، يبقى انا سبعة زائد اتنين هتبقى تسعة. بقى انا جاي كده المرة دي منين؟ من عند الدي. طيب حلو، عند السي هتبقى سبعة وخمسة، اتناشر. لحد دلوقتي ال 12 اقل من انفينيتي، انا ما عنديش مشكلة فيها. طيب الاي مش عارف اروح لها، ما زالت انفينيتي. طيب مين الصغير عندي؟ الصغير عندي البي، يبقى انا هروح عند مين؟ البي. خلاص يبقى دي فيزيتد والبي فيزيتد والدي فيزيتد. طيب انا عند البي، اقدر اروح عند السي؟ اه اقدر. هروح بكام؟ 9 زائد 4. طب هي 9 زائد 4 اقل من 12؟ لا، يبقى خليني زي ما 12 ودي. طيب هل اقدر اروح للاي؟ لا، الاي ما زالت انفنتي. طيب يبقى انا كده مضطر اروح عند مين؟ عند السي. 12 ودي كده خلاص كل دولت فيزيتد. طيب من عند السي اه اقدر اروح عند الاي، بس اروح بكام؟ 12 و6 اللي هي كام؟ 18. وانا جاي من عند السي، تمام. طيب يبقى انا كده اخر حاجه هروح لها الاي ب 18 وسي. طيب لما تيجي تجاوب سؤال زي كده تكمل الاجابه، هتقول اني انا اقدر افيزيت من عند الاي اروح للدي، ايه للدي، تمام، والديستنس اللي همشيها هتبقى سبعة، او اقدر اروح من الاي للدي للبي والديستنس اللي همشيها هتبقى تسعة وهكذا، او اروح للاي للدي للسي والديستنس هتبقى 12، او اقدر اروح للاي والديستنس هتبقى 18. يبقى انت كده جاوبت على السؤال كله، قلت لي انا هقدر اروح من النود A لكل النودز الباقية
ازاي وبكام، يعني ازاي انا هقدر اوصل لحد البي، وكام الديستنس اللي انا همشيه. تمام كده؟ طيب تعالوا نجرب كده، لو هو ما كانش دايركت جراف نشيل بقى الدايركشن كده ونشوف احنا هنمشي ازاي. طيب ما زلنا هنستارت عند الاي، انسى بقى الدايركشن وخلينا نستارت دلوقتي الاي. انا ممكن طبعا انا عندي الاي بزيرو، ممكن اروح عند البي بثلاثه وانا جاي من عند الاي عادي، او اروح عند الدي بسبعه وانا جاي من عند الاي. تمام كده؟ دولت الحالتين اللي انا اقدر اروح. طيب ماشي كده، مين الصغير؟ البي. الكلام كده بقى اختلف. وطبعا لو غيرت النود، لو قلت لك ستارت من عند البي برضه الكلام هيختلف. طيب انا عند البي اكيد مش هرجع للاي، كده كده مش هينفع ابديت عشان هي بزيرو، فمحدش يقول لي طب ما انا ممكن اروح من البي للاي بثلاثه، لا انا اوريدي اصلا ستارت عند الاي، عشان كده الريزلت بتختلف لما ببدا من نقطه معينه. طيب انا عند البي اقدر اروح فين؟ اقدر اروح عند الدي. تمام بكام؟ ثلاثة واثنين خمسة صح؟ يبقى انا هقضيت السبعة هتبقى خمسة وهاجي من عند البي. طيب اقدر اروح كمان عند مين؟ عند السي بثلاثة واربعة، يعني سبعة، سبعة اصغر من انفينيتي. ماشي تمام. هل اقدر اروح عند الاي؟ لا، يبقى دي انفينيتي. طيب مين الصغير؟ الدي بخمسة وبي. ماشي يبقى دي انا عملت لها فيزيت، دي عملت لها فيزيت، ودي انا عملت لها فيزيت. طيب وانا واقف عند الدي اقدر اروح عند السي واقدر اروح عند الاي. حلو، عند السي هروح بكام؟ خمسة وخمسة يعني عشرة، بس العشرة اكبر من السبعة يبقى انا مش هقضيت، هخليها زي ما هي. طيب طب بالنسبة للإي ما ممكن أروح خمسة وأربعة تسعة، تسعة أصغر من الإنفينيتي، تسعة ودي. طيب ماشي، مين الصغير؟ السي. تمام كده، ده دي فيزيتد ودي فيزيتد ودي فيزيتد ودي فيزيتد. طيب السي تنفع تروح للإي؟ اه، ستة وسبعة. تمام، 6 و7 13، يبقى التسعة أصغر، يبقى أنا إيه؟ أخلي دي زي ما هي وتبقى دي آخر حاجة أنا عملت لها بس. تمام كده؟ طبعا برضو بتكتبوا أنت من عند الـ A هتروح للـ B، هتروح للـ D إزاي، والـ weights بتاعتك وكل حاجة. في حد عنده مشكلة في الكلام دوت؟ هنا بيقول لك ادي اكزامبل يخلي لك ان الدايكسترا مش هيشتغل نيجاتيف ويتس. هو دايكسترا مشكلته ايه؟ ان هو بيعتمد على الحاجه اللي قدامه. تمام، هو مش بيصب حاجه، هو واقف في مكان وبيبدا يتحرك منه، ما يعرفش اللي جاي ايه وما يعرفش اللي فات ايه، او ما يقدرش يرجع ستيب باكورد. طيب خلينا كده نشوف، نجرب اكزامبل كده. ايه رأيك لما احنا نعمل ادي نود ايه اهي، وسي مثلا هيمشي دايركت جراف، فهنا دي اتنين اهي، وهيروح للنود بي، وهنا مثلا سي اربعة وهيروح للنود سي. تمام، ومن البي مثلا خلينا نقول من السي للبي مثلا نيجاتيف 3. دايكسترا في حاله زي كده هيشتغل ازاي؟ هيعمل التيبل بتاعه عادي جدا اهو، ادي A B C، وانت بتستارت من عند ال A، فهتابديت ان انت عندك هنا اتنين وهنا اربعه، فهتختار الصغير وهتروح عليه، ادي ال B هتروح لها من عند ال A. تمام باتنين صح؟ وريك ادي هنا اول مره، اديك ستارت الايه. تمام، طيب وانت عند البي
مش هتقدر تروح للسي صح، فهتخلي السي زي ما هي باربعة، ويبقى الدور اللي بعديها هتاخد السي باربعة وايه مش كده؟ طب ما هي اربعة وايه دي مش صح. سوري، اربعة وايه هي الصح، الاتنين هي اللي غلط. ليه؟ لان انا لو مشيت اربعة ونيجاتيف ثلاثة يبقى كده التوتال واحد، والواحد ده اصغر من الاتنين. فاهمين حاجة؟ تاني تاني، أنا عندي الإكزامبل أهو، وأنا طبقت الدايكسترا بتاعي عادي جدا. الدايكسترا بيقول لي إيه؟ أنت واقف مستارت عند الإيه، شوف هتروح عند البي بكام، وشوف هتروح عند السي بكام، وهو دايركتد جراف. حلو؟ فراح عند البي باتنين وراح عند السي بأربعة، خد الصغير اللي هو اللي عند البي. فابتدينا إن إحنا نقول ماشي أوكي، أنا عند البي هقدر أروح للسي، لا مش هقدر أروح للسي، فأنا خلاص كده يبقى هاخد السي اللي هي جايلها من اربعه وايه. طيب الغلط اصلا ان انا ما كانش المفروض اخد البي. ليه؟ لان المفروض البي هاجلها من هنا. تمام كده؟ فده طبعا طب يا ايه؟ باشمهندسة معلش، هو حاجة زي كده ممكن تتحل لو احنا عكسنا اتجاه السا ان هو بقى من بي لسي، فيبقى الويت بتاعه كده 3. لا هو هنا مش ده، ده ويت مش دايركشن. الدايركشن موجود على السهم اصلا، ما انا قلت لكم النيجاتيف دي ما بتستخدمش دايركشن كتير، هي بتستخدم ويت في الاغلب. اصل خدوا بالك ان الدايكسترا والكروسكال والحاجات دي كلها مش بتستخدم اصلا للديستنس وبس، لا انت ممكن تكوني بتعملي بيها بورد، بورده فيها حاجات الكترونيكس وحاجات زي كده، فالنيجاتيف بالنسبه لي ليها أيوة معنى. حيوانية. تمام؟ تمام ماشي، شكرا يا باشمهندس. طيب ده كده بالنسبة للدايكستر. طيب هنا بيقول لك الدايكسترا بيكونستراكت تري، اكيد لان لازم الجراف بتاعي يكون كونكتد. برضه انا مش محتاجه استدي جراف كونكتد ولا لا، هو كده كده كونكتد. ليه؟ لو في نود مش كونكتد برضه مش عارفه اوصل لها. طيب بيقول لك هل، وشوف بقى الكلام ده ترو ولا فولس، هل التري اللي ناتجه من الدايكسترا سبانينج تري؟ اه هي سبانينج تري. ليه؟ لان كل نود ماسكه نود تحتها وخلاص. تمام؟ او يعني كل نود مربوطه ب1 ايدج. طيب هل هي من السبانينج تري؟ لا طبعا هي مش من السبانينج تري، احنا قلنا اصلا الريزلت بتتغير حسب الستارتنج بوينت بتاعتك، وعمرها ما هتبقى ايه؟ من السبانينج تري. تمام كده؟ لحد كده في حد عنده اي مشكله؟ طيب انا هقفل الميتنج عشان فاضل 9 دقايق ويقفل، والهافمان محتاج وقت، فانا هقفل الميتنج وهفتحه تاني عشان ما يقفلش واحنا بنتكلم. في حد عايز يسأل بس في الجزء اللي فات قبل ما اقفل الميتنج؟ اوكي.